تسحكر مع البطاقة الصفراء يقول في مثل هذا في مثل هذا لو سرت تخرج المباراة عن سياقها ولذلك سنتابع أكبر عدد من تدخلات والاحتجاجات لربما قد تجعل المباراة تخرج عن سياقها الرياضي المباراة أكيد تبقى في قلت في طابع ودي في إطار الدوري لكن دائما هناك بحث من أجل تحقيق لغة الانتصار من أجل تحقيق نتيجة الانتصار إرضاء للجماهير التي تريد نتيجة الفوز في هذه المقابلة المهمة بين الوداد الرياضي ونادي البركاني.